مرحبا، كيفكم؟ زمان ما عملنا سيت داون فيديو زي هيك. انا اليوم مش حاطه ميك اب وحابه احكي لكم عن منتج للعنايه بالبشره صار لي فتره عم بستعمله. المنتج اللي رح نحكي عنه اليوم هو هذا المنتج من The Ordinary. The Ordinary هي شركه كنديه بتعمل منتجات للعنايه بالبشره وكتير معروفه لانه اسعارها كتير رخيصه، يعني بيحطوا مكونات رائعه للبشره وبتكون بتركيزها عالي بكل منتج بيعملوه، بس الاسعار بتكون كتير ملائمه. فمثلا منتج زي هذا من The Ordinary اللي هو AHA 30% و BHA 2% Peeling Solution اللي لونه احمر، اكيد عرفتوه او سمعتوا عنه من قبل لانه كل حدا حطه وحكى عنه The Vampire Mask وانه زي الدم منظره وكل هذا الحكي. هذا المنتج I think انه سعره $16، اشي زي هيك كتير صعب تلاقوه بتركيز عالي بهذا السعر. هو بالضبط يعني Peeling Solution. ايش يعني Peeling Solution؟ يعني منتج لتقشير البشرة. هذا بقشر البشرة، يعني بتخلص من الجلد الميت او الطبقة الاولى اللي بتكون موجودة على البشرة، مكون من AHA و BHA. ال AHA اللي هم Alpha Hydroxy Acids وال BHA اللي هم Beta Hydroxy Acids. إذا حابين أحكي أكتر بالتفصيل عن هدول التنتين تقدروا تحكوا لي بالتعليقات تحت، لأنه صراحة إذا أشرح لكم عن الأحماض اللي موجودة في هذا المنتج وبالمنتجات التانية تبعت التقشير رح يكون الفيديو كتير طويل. AHA نسبتها 30% وال BHA 2%، فهاي أعلى نسبة ممكن تلاقوها بدون وصف الطبيب. هو بس بنحط على الوجه لعشر دقائق تقريبا، يعني ماكسيمم 10 دقائق. وانا لما بديت استعمله صراحه انا استعملته لانه كثير سمعت عنه، وبرضه كنت عم بستعمل مقشرات للبشره من جونك اليفنت اللي بكون سعره تقريبا زي $90 امريكي، وكنت كثير حبيبته، فقلت ليش ما اجرب اشي بسعر ابسط واحسن بلكي عجبني. فانا جربت هذا المنتج وهو بيختلف عن منتجات تانية لانه هو مش مقشر يومي، بس تستعمله مرتين بالاسبوع ماكسيمم. هذا المنتج بنصحكم فيه اذا اي حدا حابب يعمل تقشير لبشرته، يعني بتحسوا انه بتعانوا من مشاكل تكستشر على بشرتكم، ممكن يكون في مناطق فيها جلد ميت او لما تمسكوها بتحسوها مش ايش الكلمه مش سموث، او اذا عندكم بقع على بشرتكم من الاكني من حب الشباب، بقع غامقه. فاي حدا حابب يستعمل هذا المنتج لاول مره بنصحكم انكم تعملوا تست. ايش التست؟ يعني انه تجيبوا بهاي الدروبر تحطوا بس على منطقه صغيره بوشكم وتشوفوا، تخلوه بس لخمس دقائق 7 دقائق وتغسلوه وتشوفوا اذا بصير عندكم اي حساسيه اي رياكشن، لانه الواحد ما بيعرف ايش ممكن يصير. انا ما صار معي رياكشن بالمره، بس انا استعملت من قبل مقشرات كيميائيه ومقشرات مع اسيد. بنصحكم تعملوا تست، وهي حكيت لكم لانه اذا اي حدا صار معه رياكشن يعني لا سمح الله ما يعني ما بيعرف شو ممكن يصير. هلا انا مش حاطه ولا شيء على وجهي، غسلته بصابونه تبعت الوجه ونشفته كتير منيح. لازم الوجه يكون ناشف على الاخر عشان البرودكت لما تحطوه على وجهكم هذا السائل تقدر بشرتكم تمتصه، فلازم تكونوا غاسلين وجهكم، تكونوا ماسحينه كتير منيح منشفينه وبعدين تستعملوا هذا المنتج. حطيت مراية جنبي هون عشان اقدر اشوف ايش عم بعمل، وزي ما انتم شايفين انا لابسه اسود وجبت حتى بشكير اسود عشان ما انقط على حالي وانا عم بحط. وهو مكوناته زي ما قلت لكم فيه ال AHA وال BHA وبرضه فيه احماض من الفواكه، فلونه الاحمر جاي من فاكهه نسيت اسمها رح احطها هلا هون على الشاشه، بس اللون هو طبيعي فما تخافوا مش اشي كيميكال بخوف. يعني اذا بدي اقارنه مع منتجات ثانيه مقشرات هو من ناحيه سعر واداء كتير منيح. اوكي فهيني هلا ربطت شعري، وهلا هذا المنتج بيجي معه دروبر زي ما انتم شايفين هيك بدكم تعبوها. في ناس بحبوا يحطوه على قطنه وبعدين يدهنوا على وجههم، في ناس بحطوه على ايديهم بعدين بحطوه على وجههم، انا بحب اني احطه دايركتلي بدون ما اخلي دروبر انها تخبط في بشرتي بلاش يجي عليها بكتيريا. فزي ما انتم شايفين عم بحط دروبس على وجهي. بدكم تديروا بالكم انه ما يجي على عيونكم، إذا بيجي على عيونكم رح يصير في وجع مش طبيعي وحرقة، فبليز ديروا بالكم. وهلا هيك بس بدهنوا بإيدي بوزعوا منيح. أنا شخصيا ما بحب أحطه على رقبتي لأنه زي ما قلت لكم الرقبة الجلد اللي عليها كتير خفيف ورقيق، وأنا قبل استعملت أسيد على بشرتي بتصير حمراء وممكن يصير في رياكشن، فبنصحكم بس تحطوه على وجهكم، تبعدوا عن العيون، منطقة العيون أكيد ما تقربوا عليها، وعن منطقة التم برضه. يعني بدكم تحطوا لتحسوا إنكم غطيتوا الوجه كتير منيح. زي ما أنتم شايفين أنا هيني غطيت بشرتي. منظر الماسك بخوف لأنه منظره زي الدم، فهذا اللون جاي من الفواكه المستعملينها بالمنتج، وهي فواكه كتير مفيدة للبشرة. أنا بحب أحط تايمر
لثمان دقائق. قلت لكم لما بديت كنت احطه لسبعه، بس حاليا عم بحطه لثمانيه لاني ما بحب اتركه على وجهي لفتره كثير طويله. واوعكم تحطوه على وجهكم لاكثر من 10 دقائق، ممكن تحرقوا بشرتكم، ممكن يصير اي شيء. فهم حتى بيحكوا لكم انه ممنوع ممنوع منعا باتا تحطوه على بشرتكم لاكثر من 10 دقائق. بعرف انه في ناس بيفكروا انه بشرتهم تتحمل، بس صدقوني ما بتتحمل. فهو الانجريدينتس تبعون المكونات فيه جليكوليك اسيد، فيه صوديوم هيدروكسيد، فيه ساليسيليك اسيد، لاكتيك اسيد، تورتوريك اسيد، سيتريك اسيد. كل هاي الاسيد الاحماض بتساعد على انها تنظف البشره وتتخلص من اول طبقه اللي هي طبقه البشره الميته او الجلد الميت، وبرضه بتساعد على انه ما يتكون حبوب جديده لانه بتتخلص من اي كونجستشن موجود بالمسامات. فاذا عندكم اي وسخ معلق بيسكلي او بكتيريا، هذا الماسك بيساعد على انه تتخلصوا منها وما يتكون حبوب شباب جديده، لانه البشره بتنضف وبتروح هاي الطبقه الوسخه وبطل في زي كونجستشن كثير موجود على البشره. انا حسيت انه ساعدني من ناحيه حب شباب، مع انه انا اخذت الكيروتان او الاكيوتين، بس كان لسه بيطلع لي حب يعني مره كل اسبوعين ممكن يطلع لي، او اذا قربت على الدوره الشهريه. بس من اول ما بديت استعمل هذا الماسك حسيت انه افرق وبطل يطلع لي الحبوب الصغيره، خصوصا على الفورهيد تبعتي. فخلينا نستنى، انا حاسه هلا انه شوي 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 عم بحرق شوي، يعني مش كتير. اوكي خليني احكي لكم ايش لازم تعملوا بعد ما تبدوا تستعملوا هذا المنتج. اول اشي بخلي بشرتكم تكون كتير سنسيتيف لاشعه الشمس، فانتوا لازم لازم لما تستعملوا هذا المنتج تحطوا واقي شمس كل يوم. هلا انتوا يعني لازم تحطوا واقي شمس anyway حتى لو ما بتستعملوا هذا المنتج، بس انا عم بحكي لكم وباكد عليكم انه لازم تستعملوا واقي شمس اذا عم تستعملوا مقشر كيميائي او مقشر مع احماض، لانه بشرتكم رح تصير كتير حساسه لاشعه الشمس. فكل يوم من بعد ما تستعملوا الصبح بدكم تحطوا واقي شمس قوي، يعني مينيمم بدكم تحطوا 30 اس بي اف على وجهكم، وطبعا انا بستعمل اكثر عين 50، بس يعني اللي عندكم اياه استعملوه. وحاولوا انكم ما تقعدوا تحت الشمس، او اذا بدكم تقعدوا تحت الشمس غطوا وجهكم عشان تتاكدوا انه ما يسبب اي حساسيه او اي حرق او اي حروق بالبشره. وكمان بتمنى انكم اول شيء لما تبدوا تستعملوا بس تستعملوا ل 7 دقائق ماكسيمم على البشره تتركوه، وبعدين كل اسبوع بتقدروا مثلا تصيروا تزيدوا دقيقة لتوصلوا لعشر دقائق اللي هو الماكس. ولما تغسلوا وجهكم بدكم تغسلوه منيح كتير منيح، تتأكدوا انه كل شي راح، لانه ما بدكم تتركوا اي من الاحماض على وجهكم، لانه اذا ضل تاني يوم وكنتوا قاعدين تحت الشمس رح يضل فعال على بشرتكم وممكن يحرقكم. فبدكم تغسلوا وجهكم كتير منيح بمي دافية، وبدكم تنشفوا بشرتكم برضو، وبتقدروا بعدها تحطوا مرطب كتير خفيف على البشرة اذا حسيتوا انه بشرتكم بحاجة لمرطب قبل ما تناموا. بس هذا هو، ما في داعي انكم تستعملوا اي اشي تاني. فلما تستعملوا هاد بمرة بالاسبوع let's say ما بتستعملوا اي مقشر او اي فيتامين او اي اسيد تاني، بس بدكم تغسلوا وجهكم بغسول، تحطوا هذا لمدة 7-10 دقائق ماكسيمم، تغسلوه وتحطوا مرطب خفيف وهذا هو، وروحوا ناموا وارتاحوا. وتاني يوم طبعا بتحطوا واقي شمس منيح. اذا حابين تشوفوا ريفيوز تانية الها دخل بسكين كير برودكتس اتركوا لي تعليق تحت واعملوا لايك لهذا الفيديو، وطبعا اعملوا لي فولو على انستغرام عشان تشوفوا كل المنتجات اللي بستعملها. هلا انا بدي اروح اغسل وجهي وبرجع لكم. اوكي هيني رجعت، غسلت وجهي كتير منيح، نشفته، وهلا بس بدي احط مرطب. هذا المرطب كتير بحبه من كلينيك، اسمه دراماتيكلي ديفرنت هايدريتنج جلي. وجهي صار شوي احمر، ما بعرف اذا مبين، بس هلا بشرتي صارت شوي حمراء بعد ما استعملت الماسك، بس هذا اشي طبيعي. هلا لما امسك بشرتي كتير 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 طريه، يعني ما بعرف كيف اشرح لكم اياها، بس اتس سو سموث. في عندي شويه حمار هون صار من الماسك، بس رح يخف لحاله هلا، وبدي اروح احط واقي شمس بسرعه بلاش ينحرق وجهي. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو، اذا حبيتوه اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا فيديوهات تانية زيه، وبشوفكم بفيديو المره الجاي. باي باي.